السلام عليكم متابعين الأعزاء، كل سنة وانتم طيبين. العادة تنزل لعيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بكل الخير. فكرتنا النهاردة طوقة بسيطة اقتصادية سريعة هتعمليها لبنوتك وتفرحيها بيها في عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين. للي بيشوف قناتي لأول مرة، أتمنى طبعا تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو بتشوفونا لأول مرة، دي مجموعة من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة. القناة عليها مجموعة مختلفة ومتنوعة من الوصفات والحلويات والمعجنات بأشكال جديدة، وكمان بنقدم على القناة أهم الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا. زي ما احنا شايفين، شاركنا مع بعض مجموعة من وصفات العيد والسابلي اللي حضراتكم شايفينه ده، بالإضافة كمان إليه مجموعة متنوعة من الوصفات، وقدمنا مجموعة مختلفة وأفكار جديدة لوجبات الغداء أو وجبات العشاء اللي ممكن تقدميها لعائلتك. هنشوف كمان أصناف من الحلويات الجديدة اللي ممكن كمان تنفذيها ومن ضمن وصفات عيد الأضحى المبارك. أتمنى طبعا تعملوا جولة سريعة على محتوى القناة، بإذن الله هتعجبكم. يلا بينا على طول، نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف التوقع منها ازاي.